المؤقت للمنتخب المغربي حسن بن عبيشة اعتذار لاعب روما الإيطالي المهدي بن عطية للعودة إلى المنتخب، وفي ودية الجابون على خلفية التصريحات الأخيرة التي أدلى بها بن عبيشة، أكد في تصريح لإحدى الإذاعات المغربية أنه صدم لما قاله اللاعب الذي تنكر له وادعى عدم معرفته به. وتابع بن عبيشة أن بن عطية هو من قال أنه لا يريد القدوم، مبينا أن هذه كانت رغبة اللاعب وهو يحترمها. بن عبيشة أوضح في الوقت ذاته أن باب المنتخب مفتوح أمام المهدي بن عطية في مباراة الجابون شريطة الاعتذار.